ولا يوسف؟ واحد من الناس استاذ مكرم ولا استاذ مكرم؟ ضاحي يا معلم، والله العظيم ضاحي. امال مين يوسف ده؟ انت مباحث ياض؟ مباحث ايه بس يا معلم؟ دي بطاقه مضروبه كنت بعمل بيها مصلحه. طب كلم ياسين اساله. كلم ياسين. هكلمه بس الكلام لو ما عجبنيش. والله العظيم هيعجبك. اتفضل يا معلم. طب حضرتك يعني انا مشغول. مين اللي بعتك؟ ماشي بعت فين لما اقنعك؟ ما تخلينيش ازعل. مين اللي بعتك؟ طب معلش جرب مره كمان، هتلاقيه في الحمام ولا حاجه. طب معلش 5 دقايق كده وارجع اكلمك. هي حكايه ولا ايه؟ على اقول حتى ما تشوف. على ايه انا ضاحي يا معلم؟ والله العظيم ضاحي يا معلم. كلمه تاني. طيب يا معلم ما قلت لك ما حدش بعتني. طب بتراقب مستر طارق ليه يا استاذ سميت؟ يا سيدي والله ما براقبه، انا كنت عايزه في خدمه. خدمه ايه بقى ان شاء الله؟ الحاج عندي ربنا يؤمن بالسلامه يا رب، هتعمل عمليه مستعجله وانا جاي هنا عشان اقابل الدكتور الاجنبي بتاعها. شفت طارق باشا وانا عارف ان هو مساهم في مستشفى الجندي، قلت اكلمه عشان يساعدني. لما شفته توترت اتكلم معاه، بس خلاص ادي المشكله كلها. لا يا راجل، علشان كده خدت اوضه ب 1000 جنيه في الليله مش كده؟ يا سيدي ما قلت لك ما تخلينيش ازعل. يا سيدي انا من عيله كبيره اسمها عيله الغمري في المنوفيه، اكيد سمعت عنها. عادي يعني، كنت عايزه يستعجلها لي وقت مش فلوس. الشنطة دي فيها ايه؟ اللي فيها ايه؟ شنطة زي اي شنطة، هيكون فيها ايه يعني؟ فيها محشي، فيها اللي فيها. انت مالك انت؟ الله، فيها يا جدع انت؟ ايدك يا استاذ سمير. اتفضل يا سيدي، ادي الشنطة، اشبع بيها. طلع لي كده شوية. صدقت بقى؟ أنا مش حاضر على فكرة، بس أنا هشتكي لوزير السياحة بلدياتي على فكرة، وهنزل حال على إصلاح منكم أحضر. أنا هوديكم في 60 دهب، والمستشفى والأوتيل مش هعطيهم. والله الغني اللي أخرى أمي قادر يخلق علاجها. أنا بعتذر لك بالنيابة عن الأوتيل يا أستاذ سمير. بعد إيه؟ بعد البهدلة والمادة دي كلها؟ أستاذ سمير بكرر لك اعتذاري المرة التانية، وأنت عارف البلد والظروف اللي بتمر بيها. بلا ظروف بلا قرف بقى، يلا اتفضل اطلع بره، اتفضل امشي من قدامي يلا. حاضر. استاذ سمير البطاقه.